يعني بلا شك جهد محمود على جميع المستويات عشان نقف أمام بعض المضاعفات وكثير جدا من تداعيات هذه الـ يعني أقول إيه التعدية على جسد المرأة على جسد البنت وهو الختان. أنا مش هتكلم من ناحية الدينية لأن أنا لست مؤهلا لذلك، وأترك الحوار الديني أو التوصيف الديني لتوصيف الختان للإناث للشيوخ، وهم ما شاء الله عندنا يعني علماء كثر جدا يقدروا يوظفوا لنا أو يوصفوا لنا ما يسمى بالحكم الشرعي ليه بالأدلة وبالمرجعيات وبكل شيء. لكن من ناحية العلمية من ناحية الطبية البنت بتمر بأحداث معينة كثيرة جدا بعد الختان، صحيح أنه تصنيفها يمكن يبقى صعب على غير المحترفين، من صدمة ثم مرحلة عدم إدراك وإنكار ثم مرحلة إدراك ثم في مرحلة الإدراك اللوم والعتاب والعزلة الاجتماعية ثم مرحلة ما بعد الصدمة ومرحلة أخرى ربما تكون مستمرة لفترات طويلة جدا وهي مرحلة ما يسمى بالعقدة أو الإحساس بالتشوه. هذه مراحل مفزعة في حياة البنت. ثم هناك أمر طبي مهم جدا أن المرأة تفقد جزء مهم من المؤثرات الحسية الهامة جدا اللازمة لحياتها الزوجية، وينبغي أن نقف أمام هذا الأمر وقفة مهمة للغاية، لأنه إحنا بصدد فهم ما يسمى بقسم أو بفرع في الطب شديد الأهمية الآن وشديد الاحتياج له على المستوى العالمي الآن، وهو التجميل النسائي. ده فرع مهم جدا يشمل الكثير من النقاط اللي نفهمها النهاردة، من ضمنها هذه المنطقة، منطقة إصلاح ما تم بالفعل من إجراء ختان بالنسبة للبنات. الفرع ده أو القسم ده في الطب أو التجميل النسائي زي ما احنا بنقول عليه، للأسف الثقافة المحيطة به محدودة للغاية. أنتم كأسر شرقية وكمان غربية، يعني على فكرة بس الموقف متباين جدا، يعني في الغرب ما زالت الثقافة عليه برضو ليست بالشكل الكامل كما هي بالنسبة لفروع الطب الأخرى، لكن البون شاسع هنا في مصر والشرق الأوسط والمنطقة العربية لسه لغاية دلوقتي. أولا العدد الذي يعمل فيه من أساتذة الطب قليل، وأيضا هو تخصص يعتبر حديث كثيرا أو نسبيا ولكن ليس بالحداثة المتناسبة مع الثقافة المتعلقة به، ما زالت الثقافة المتعلقة به أقل أدنى من لأنه يعتبر بدأ يتقدم تقدم مذهل بشكل كبير جدا في السنوات الماضية. السعادة اللي عندي النهاردة إن إحنا هنطرق هذه الأبواب، هنفتح بمنتهى الصراحة باب مهم جدا ربما لم نتحدث عنه من قبل من ناحية العلمية أكرر، وأيضا لأن ده كله هيكون مع قيمة علمية كبيرة واسم له مرجعيته العلمية يعني أقول المهنية الراقية جدا جدا، وبالتالي أنا متأكد أن أنا هستمع للآراء الطبية فيما يتعلق بطب النساء التجميلي من أرقى مستوى طبي ممكن. القيمة العلمية الكبيرة والرائد القدير في عالم النساء وعالم طبعا التجميل النسائي ضيفي العزيز وأستاذنا القدير الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الحميد سليم، أستاذ ورئيس وحدة النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، استشاري التجميل للأعضاء الحميمية الأنثوية، الاسم الكبير. نورت الناس الحلوة، شرف كبير لينا هذه الزيارة. ربنا يخليك وانتوا اللي ناس حلوة. أشكرك شكرا جزيلا، لكن هبدأ أولا بعد سعادتنا الكبيرة بوجودك معنا النهاردة إن أنت تشرح لنا ما هو هذا التخصص، تخصص تجميل الأعضاء الحميمية. هو يعني زي أي تجميل في أي منطقة تانية موجودة في جسم الإنسان، يعني هو ليه الناس بتلجأ للتجميل؟ يعني عادة لسبب من اتنين، يا إما حصل يعني إصابة أو تغير معين في شيء أوريدي كان موجود فنتج عنه أن الشكل النهائي بقى مش راضي للناس، زي مثلا أبسط حاجة تعور
وهو بيلعب طفل، فدراعه بقى فيه جرح كبير قوي، شكله لما كبر لقاه مش متناسق معاه، او ان بني ادم مخلوق سليم ما فيهوش اي اصابه بس حصل تغيرات سديه معينه، او ان هو يعني مش شايف نفسه حلو، في حاجه كده معكننه عليه يعني، فهو مثلا شايف مناخيره كبيره، شايف عينه فيها مشكله، الناس شايفاه ممكن كويس بس هو مش شايف نفسه كويس، فهو ده هيبقى دافع تاني ان هو يروح للدكتور. عندنا نفس القصه في امراض نساء اولاد، عند حضرتك يا اما اصابه، والاصابه دي عاده في مصر تبقى الختان اللي شفنا فيلم الفيديو اللي يوجع القلب حقيقي يعني، ومبسوط ان الام خدت بنتها ومشيت في الاخر، عشان ده اكبر جريمه مجتمعيه بتتم في المنطقه بحالها مش في مصر بس، وطبعا بتبعياته وتداعياته اللي ممكن تاثر مش بس على الشكل ولكن كمان ممكن تاثر على الوظيفه زي ما حضرتك ذكرت. وانا تملي بقول كان ايام زمان السيدات المختونات، وانا ما بحبش اقول مختونات، السيدات المشوهات، لان هو حتى اسمه في منظمه الصحه العالميه تشويه الاعضاء التناسليه، مش ده، ما فيش حاجه اسمها ختان، واحنا مش هنتكلم دينيا زي ما حضرتك قلت. لكن كانوا ايام زمان ممكن يعيشوا ما يعرفوش ايه الطبيعي، تقلهم ده الطبيعي. الدنيا ما عدتش كده ايام زمان يعني ممكن زي ما بيقولوا بضغطه زر على التليفون اللي موجود في ايد الناس كلها ممكن تشوف ان هي شكلها مختلف عن البشر كلهم، فتبتدي تاخد بالها ان هي فيها مشكله. ده حتى قبل ما تتزوج، قبل ما يبقى في اي مشروع يعني العلاقه حميميه او جنسيه من اي نوع يعني. فده كورنر مهم جدا في مصر وموجود في افريقيا بالذات، يعني محتاجين ان احنا نقف عنده كتير. طبعا عندنا الاصابه الثانيه الشهيره هي الولادات، الحمل والولادات. والولادات الطبيعيه باول حاجه بتضعف عضلات الحوض بنسبه كبيره، وممكن تبقى فيها لو لم تتم بصوره طيبه واشراف جيد ممكن قوي تعمل اتساع فتحه المهبل كمان، وده ممكن يؤدي بعد كده لمشاكل برضو في الشكل، وممكن مشاكل كمان في الوظيفه اثناء العلاقه الحميميه. نيجي بقى للسن، السن ممكن قوي يكون مع السن مثلا في اعضاء بتضمر، يعني مثلا الشفرتين الخارجيتين ممكن قوي يحصل لهم هزال، يفقدوا جزء كبير من الدهون عندهم يعني، فممكن ده يبقى شكل مش مناسب، ممكن ده كمان يأثر على العلاقة الزوجية، يعني دول يعني لهم حماية للمهبل وفي نفس الوقت هم كمان يعتبروا زي قابل للصدمات أثناء العلاقة الزوجية. خلينا نبدأ برضو بموضوع الختان عشان الصورة تبقى كاملة للناس. علميا أو طبيا أنا متشوق أفهم، الست في الختان بيتم استئصال جزء من البظر أو ربما البظر كله، كيف نعيد هذا الأمر؟ كيف نصحح هذا الأمر؟ هو البظر ليس عضو بس، يعني الجزء اللي خارج منه هو اللي اتقطع، هو جزء اللي اتقطع ده جزء حساس ومهم جدا جدا جدا، ومش المفروض ان هو كان يتقطع خالص يعني، لكن البظر عامل زي بيسموها الايسبرج اللي هو جبل التلج ده، يعني في جزء منه خارجي فوق سطح الميه لكن في جزء كبير قوي تحت، يعني البظر يعني ممكن يملك كف كده كعضو كامل يعني، الجزء بس الخارجي اللي هو طالع لبره ده هو اللي اتقطع. هو بعد ما بتقطع اللي بيحصل، هو بعد ما بتقطع بيحصل مشكله كبيره جدا، ان هو الجزء اللي باقي ده بيخش لجوه، ويخش لجوه ويقفلوا رجل البنت طبعا، ويحطوا بتاع كده اي حاجه برجليها فوطه، فهو بيلزق ورا، بيلزق بقى في اي حته، يلزق فوق يلزق تحت، هو عاده بنشوفه تحت يعني، الجزء اللي باقي منه ده. وبعدين بعد شويه يعني لان هو مش ظاهر حتى بعد الزواج فعاده لا يستعمل، فبنلاقيه عاده اقصر واضمر، اكثر ضمورا يعني. اكثر ضمورا، هو مش المفروض يبقى ضامر، هو الناس بس عشان تبقى متخيلها، هو البزر ده يعني قد مثلا الدايمتر بتاعه وكتره قد مثلا سلك الاريال بتاع التلفزيون كده تقريبا. كويس، حوالي نص سنتي مثلا، سبعة ملي، اربعة من اربعة، سبعة ملي خمسة ملي كده، في الحدود دي يعني. كويس، فاحنا قعدنا سنين طويله ما حدش بيعمل له حاجه خلاص. وبالمناسبه في ستات عايشين كويس قوي بعد الختان، لان هو حسب بقى لزق فين
وده بيتلمس ولا ما بتلمسش، بيتشد عليه اثناء العلاقه الزوجيه ولا لا. ففي ستات خلاص دول عايشين كويسين، قصدي يعني حياتهم الحميميه، لكن ممكن قوي يبقى في برضو مشكله في الشكل اذا كانت عامله لها مشكله، لان في الشكل في الاخر ده حاجه شخصيه انا اشوفها او انت ما تشوفهاش. حسب كمان هي كليتوريال اورجازم اور فاجينال اورجازم، مش في كده، مش في نوعين، في نوعين. هم نفهم كده، نفهم الناس الحته دي. هو اكتر عضو حساس هو الكليتوريس، هو اللي هو البزر. كويس، فهو يا اما يحصل له زي ما قلت تحفيز مباشر عن طريق اي حاجه، يعني الايد اي حاجه، هو ده ممكن، وده اللي بيستخدموه في العاده السريه. فده نوع من انواع الاورجازم او الشبك زي ما بيسموه، اللي هو قمه الوصول للعلاقه الزوجيه. وفي نوع تاني اللي هو بيتم اثناء الزواج، اللي هو الفاجينا، اللي هو عن طريق العضو الذكري. بالمناسبه الاثنين صح، عشان بس دي مشكله كبيره جدا بتقابلني في العياده. يعني السيده اللي بتبقى، مش هقول لحضرتك كمان مختونه، بس هي مش قادره توصل للاحساس ده عن طريق العلاقه الزوجيه الطبيعيه، بتبقى معايشه نفسها متعذبه على اساس ان هي فيها مشكله كبيره لكن جدا. لكن هي مش فيها مشكله، ما فيهاش مشكله. هم حوالي 20 من 30% تقريبا مثل. تقريبا كده 20 70% بيصلوا الى النشوه من خلال العلاقه الزوجيه، والباقي وال 30% من خلال برضه علاقه زوجيه، بس علاقة عن طريق الكليتوريس برضه في الاخر. يعني فالاثنين صح، الاثنين يؤدوا لنفس الغرض في الاخر يعني. والغرض في الاخر من العلاقه الزوجيه، عشان في ناس مش قادره برضه تستوعب ده، والزوج لازم يفهم الكلام ده طبعا، لان ممكن طبعًا قوي يتهمها، هو اتهامات نفسيه، دي مشكله يا فندم، ان هو يتهمها بالبرود، يتهمها انها مش طبيعيه، دي مشكله. دي التروما، الصدمه اللي ممكن تكمل مع الست، تمنعها من انها يعني حتى توصل لده، من كتر ما هي حاسه ان فيها مشكله. وياما انا شفت عيانين، هو الزوج زي ما حضرتك بتقول بالظبط كده، قال لها انت عندك برود، انت فيك مشكله، هي ابتدت بقى تحس انها فعلا مش طبيعيه، رغم ان ما بتجيلي بقول لها لا انت طبيعيه، وان انت ممكن قوي بشويه تمرينات وتدريب ووقت وحاجات كده معينه توصلي للي انت عايزاه. فنرجع تاني لموضوع الختان. فالختان هو دلوقتي العضو ده بقى ضامر، وبقى فقلنا يا اما يتوصل حسب هو لازق فين والدنيا اخبارها ايه، لان المناسبه يعني هو لو اتشد عليه او حتى تحت الجلد واتلمس، ده ممكن قوي يوصل لنفس الاحساس للمراه يعني. طيب هو بقى ما يعني نقول احنا اوت اوف ريتش، مش موجود اصلا يعني، لا 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 باللمس ولا بالعلاقه الزوجيه العاديه ولا اي حاجه يعني. فيبتدي يحصل بقى ما يسمى بعدم قدره المراه على الاستمتاع بالعلاقه الجنسيه، في صور بقى كتيره ما تبقاش مهتمه بيها قوي، ما هو بقى كله بيحمل على بعضه زي ما حضرتك قلت، ومش قادره تندمج مع جوزها قوي. وكتير قوي للاسف يعني ست مصريه اصيله وجميله تقول لك والله انا بحاول ابريتند، اتظاهر باني مبسوطه وان انا يعني زيه عشان ابسطه، عشان هو يعني ما يزعلش مني او عشان ما يتضايقش يعني، وممكن تقعد سنين طويله كده، وبعدين ممكن ما توصلش طبعا لقمه العلاقه الزوجيه او الاستمتاع بيها يعني. فأنا ابتكرت عملية، المفروض إن إحنا بنعيد علاقات البزر باللي حواليه، يعني إحنا بنفتح فتحة كده، أنا بفتح فتحة يعني متناسبة جدا مع الشفاه الداخلية بحيث تبقى ماشية معاها، وبقعد بقى أدور فعلا يعني أنقب على البزر ده لحد ما ألاقيه، مرة ألاقيه فوق، مرة ألاقيه تحت، مرة ألاقيه على جنب، لحد ما نلاقيه، وبعدين بعد كده نسلكه، ويفضل الاتاتشمنت بتاعه التصاقه بعظم العانة ده زي ما هو، وبسلكه بحيث ان انا اسلك منه 2-3 سنتي، وبعدين بخيط الجلد بحيث استعيد تاني العلاقه اللي هي ما بين الشفاه الصغرى والبزر، لان هو اصلا الفكره كلها ان الشفاه الصغرى لزقه في البزر من تحت، فهي طول العلاقه الزوجيه عماله تشد عليه، فهو ده اللي بيوصل السيده للاورجازم. وبعدين انت لما بتثبته في مكانه، هو نشوه الزوج. كويس، لما بتثبته في مكانه هو بقى صعب يرجع تاني خلاص، ومش معقوله اطلعه من الجرح كده، بالعكس ده هو العمليه اساسا المفروض تبقى تجميليه، يعني لازم في الاخر يبقى شكل الاعضاء التناسليه زي ما كانت قبل الختان على قدر الامكان، لان برده في حاجات اتقطعت. كويس، احنا بنحاول ان احنا نستعيدها بقى بكذا تكنيك يعني، لكن فكره ان احنا نجيب الكليتوريس نحطه وبحيث ان هو نستعيد علاقته بالشفرات الصغرى ونجمل معاه الشفرات الصغرى،
يعني ده عايز اقول لحضرتك ده بيعمل ساتسفاكشن رضا كامل للمرضى طبعا بالوقت، لان هي العيانه بتخرج من العمليات كلها غرز، واقول لها عادي بصي واحده عامله مناخيرها بتبقى خارجه ازاي من اوضه العمليات وبتقعد قد ايه. لكن بعد ما بيحصل الالتئام الكامل للمنطقه دي، اولا الشكل بيتغير بنسبه كبيره جدا 70 80 90% حسب هم شالوا ايه قبل كده، والوظيفة كمان بترجع تاني بصورة كويسة جدا. وانا رأيي يعني ان احنا زي ما احنا عندنا حملات كتيرة للتوعية ضد الختان، لازم برضو يبقى عندنا موجة لتصحيح اخطاء الماضي. مش معقولة اللي غلطت او اللي غلطوا في حقها نسيبها، يعني لازم يبقى فيه عشان يكون العلاج متاح او الاسلوب الجراحي متاح. بالزبط. تم اجراها على كم حالة لغاية دلوقتي؟ يعني مثلا ممكن اقول 25 30 حالة في الحدود دي ما بين القصر العيني وعيادتي. اوكي. وجابت نتائج كويسة جدا جدا. ما شاء الله ما شاء الله. كم في المية من ال 30 حالة نقدر نقول ساتسفايد؟ بص حضرتك، هو احنا عندنا من ناحية الشكل هم كلهم ساتسفايد من ناحية الشكل، لأن هم أصلا في الأول كانوا شكلهم يعني مش راضيين عنه خالص. من ناحية الوظيفة احنا بنتابع لحد سنة، وبيبقى النقطه بتاعتنا الاساسيه هو الكليتورال اورجازم، ان هي دلوقتي بقى فيه احساس بالبزر وانها تقدر يعني تستمتع يعني بالبزر سواء كان هي او مع زوجها. النقطه دي طالما وصلت لها من اساسا نقطه ما فيهاش اي حاجه، دي بدايه كويسه قوي لما بعد ذلك بقى، ما بعد ذلك مشوار تاني بقى عشان خاطر يبقى عندها الاستمتاع الكامل من العلاقه الزوجيه. ولازم يبقى فيه كده المجتمع كله يبقى عارف حاجه مهمه جدا، ان من حق المراه انها تستمتع بالعلاقه الزوجيه. ينبغي ان احنا نقف جنب الست دي او البنت دي واقفه فيها سبورت في علمي على الاقل. لكن ده ممكن يخلق نوع من الاضطراب عندها. طبعا في اضطراب، اضطراب نفسي كبير قوي قوي. يعني الناس بتيجي تعيط، يعني اللي هي زي ما تقول حضرتك كده اللي هي مش قادره تعبر بيه قدام جوزها ومامتها. ده في ناس بيقطعوا اهاليهم سنين عشان هم يعني ما هم كانش لهم حول ولا قوه ساعه ما حصل لهم الختان، فهم شايفين ان دي جريمه اهلها هم السبب فيها فبتقطعهم من كتر ما هي زعلانه منهم. يعني حتى العمليات دي ممكن تكون في الاخر مش بس سبب في انها تعيش حياتها الزوجيه بصوره افضل، ده سبب كمان لان علاقتها بكل افراد عيلتها وخاصه بابا ومامتها تبقى ساوند، تبقى سليمه. لان هي في الاخر يعني ممكن تسامحهم لو الخطا الصح. فده مهم قوي حضرتك بتقوله ده. ساعات العلاقه تبقى تبان كانها سليمه لكن هي جواها مش سليمه، جواها جواها في جفاها. يعني في بنشوف بعض وبنزور بعض، مش مقاطعه، بنسال على بعض، لكن في حاجه، في حاجه هنا، في غصه هنا كده. يعني انتوا ليه عملتوا فيها كده؟ ده الكلام اللي بيتقال يعني يعني بوضوح، ليه عملتوا فيها كده؟ وخاصة لو عندها مشاكل مع جوزها، خاصة اليومين دول يا فندم بقى في حاجة اسمها انفتاح. يعني الناس كلها بتتكلم على الانترنت وبتتكلم مع بعضها. يعني من كانت الأول مثلا دايرة المرأة ممكن تبقى حواليها اتنين تلاتة، دلوقتي الدايرة وسعت فبقت بتسمع وبتعرف وتقول اشمعنى أنا؟ يعني اشمعنى أنا اللي محرومة من الإحساس ده؟ فواجب بقى المجتمع كله يعني يساعدها انها تصحح الخطا ده. اذا الكونكلوجن النهائي، يعني احنا النهارده في هذا اللقاء الممتع العظيم جدا مع حضرتك عايزين نوصل لما يسمى بالكونكلوجن، التعليق النهائي. انا يعني احب اقول بس لاي واحده يعني سيده العلاقه الزوجيه بالنسبه لها فيها مشاكل او السبب كان فيه الختان او حتى غير الختان، انها تيجي وتشتكي وتقول وتاخد حظها في العلاج، سواء كان علاج طبي لان احنا عندنا ادويه كتير، سواء كان مشوره وتعليم، سواء كان عمليه جراحيه يعني من النوع اللي هيناسبها للظرف ده. لكن كونها انها تقفل على نفسها وترتضي وتقول هي دي عيشتي وخلاص، يعني هي لازم تترك الباب وتعرف ان هو مشوار العلاج في الحاجات دي يعني بيطول. يعني هو ليس اون اند اوف، يعني هو محتاجه وقت. بس اللي ضاع من عمرها حاجه 20 سنه ولا 30 سنه، لو هي يعني كافحت لمده 6 شهور ولا سنه عشان تعيش بصوره افضل، ده افضل ليها وافضل لجوزها
وافضل للمجتمع وافضل لاولادها افضل للناس كلها، لان برضو الست لما بتبقى مرتاحه نفسيا زيها زي الراجل زيها زي الاطفال، او مترتاح نفسيا انت بتشاعر حب وحنان ورعايه لكل اللي حواليك. فهو الكونكلوجن بتاعي يعني كمجتمع انا نفسي المجتمع كله يتجه ناحيه ان احنا نصحح زي ما احنا بنوعي ضد. وطبعا يعني اي حد يعمل ختان في الزمن ده يبقى فعلا يستاهل يخش السجن حقيقي يعني. والحاجه الثانيه المهمه ان اللي فيه مشكله بسبب الختان لو سمحتم يعني يجي ويشتكي ويقول، وان شاء الله يكون في حل احسن بكتير من الوضع الحالي. بلا شك طب النساء التجميلي منطقه مشوقه للغايه، لانه في فروع كثيره جدا او اجزاء فيه حضرتك ذكرتها تحتاج الى فهم دقيق. يعني على سبيل المثال مثلا الست اللي عندها ضمور في جدار المهبل او عندها كبر تقدم السن فتاثرت القدره الزوجيه عندها، او حصل ارتخاء في جدار المهبل، او برضو يعني نشوق الناس الاجزاء اللي لازم هنتكلم عليها بعد كده. ايه احنا بنتكلم كتير، نتكلم بقى من بره لجوه. انت عند حضرتك الحاجات اللي بتبان في الهدوم اللي هو دهن العانه والشفرتين الخارجيتين دول يعني ما بيبقوا عندهم هزال او زايدين او زياده عن اللزوم، ده بيضايق الناس في اللبس. وخلي بال حضرتك زي ما حضرتك قلت احساسها بنفسها، يعني هي ما تبقى زي ما بتبقى أنا آسف يعني عندها بطن أو كرش فمكسوفة تظهر قدام الناس، ممكن هنا برضو تبقى مكسوفة تظهر قدام جوزها بالشكل ده. وبعدين بقى المهبل اللي هو عمليات شد المهبل وتضييق العجان نفسه واستعادة قوة العضلات. ودلوقتي برضو في أجهزة تساعد قوي على أن الكولاجين يرجع تاني، الليزر والهايفو والراديو فريكوانسي، فدول برضو ممكن يساعدوا. في دلوقتي عندنا البلازما البي آر بي وبتتحضر وبنحقنها في اماكن تساعد قوي اللي يتم احنا حتى بعد عمليات الختان بنحقنها عشان خاطر تخلي المنطقه دي الدم يروح لها اكتر، الاعصاب تتحسن وظيفتها وهكذا. هو موضوع كبير قوي ومهم. مهم جدا، والحقيقه مهم جدا لانه زيارتك لينا شرف كبير جدا جدا. شرف ليا. والحقيقه الناس الحلوه النهارده واحده من الحلقات التاريخيه الهامه جدا على المستوى العلمي اللي اعتقد انها هتحدث دوي علمي كبير جدا في الاوساط العلميه والاوساط المتابعه وعلى مستوى الاعلام العربي. وجودك معنا شرف كبير، نتمنى شكرا ان احنا نحظى به كثيرا جدا في الفترات القادمه. شكرا. القيمه العلميه الكبيره والاسم الرائد في هذا المجال الاستاذ الدكتور مصطفى عبد الحميد سليم، استاذ ورئيس وحده النساء والتوليد بكليه طب قصر العيني جامعه القاهره، استشاري تجميل الاعضاء الحميه، الرائد الكبير لهذا المجال، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الإطلاق في الناس الحلوة. يبقى تجميل الأعضاء التناسلية الأنثوية موضوع علمي شديد الأهمية مسكوت عنه، نعم وللأسف، وربما بيوت كبيرة كثير جدا في الوطن العربي تتأثر، ربما تتأثر بصمت يشبه صمت حملان، ولكن في النهاية هذا الصمت في يوم من الأيام قد ينفجر بصرخة. نتمنى من أعماقنا ألا تكون هذه الصرخة بعد فوات الأوان، وإنما تكون في الوقت المناسب وأكيد بالحل المناسب المبني على العلم والطب. خليكم دايما مع الناس الحلوة. إحنا لازم